ويستمر الدفاع الشيعي عن القرآن الكريم. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أسلط الضوء على رد من الشيخ سلام العسكري على الخفايا التي جعلت من سلوان مومكة يقوم بحرق القرآن الكريم. وكرر الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما زالت الردود والردود المشرفة والتي تبين مدى تعلق مدرسة أهل البيت عليهم السلام بهذا الكتاب المجيد. ما شاء الله العراق وكأنما القرآن يمثل العراق، وهذا شرف كبير. إن العراق يدافع وحده ومع بعض من القلة القليلة من باقي الدول اللي يدافعون عن القرآن الكريم، فهذا شرف جدا كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. نرجو منكم أخواني أخواتي دعم الفيديو بلايك حتى ينتشر أكثر وأكثر. إذن الشيخ سلام العسكري يضع النقاط على الحروف ويبين أن سلوان مومكة فعلته لا تخرج عن محورين ولا تخرج عن هذه النقاط التي سيذكرها الشيخ سلام العسكري. أولا، أن هذا الشخص غير محتك بشخصيات أو لم يكن محتك بشخصيات عليها المعول وعليها يعني المنتكل بتوصيل التعاليم الإسلامية وتعاليم القرآن الكريم. فيقول الشيخ سلام العسكري هذا جعل منه شخص ينفر من الدين ومن الإسلام وتكون لديه ردة فعل عكسية. لذلك هذا الشخص نسأله أو إذا سألناه هل تقرأ القرآن الكريم؟ فبالتأكيد وأنا أجزم وكما يظن الشيخ سلام العسكري أنه لا يقرأ آية أو آيتين من القرآن الكريم، فعلى شنو أنت حرقته أو لماذا تحرق كتاب أنت لا تعرف؟ بالنسبة للكلام الثاني، هو أيضا وهي الفرضية يعني أؤيدها صراحة، أو هذه النظرية أو هذا المحور أنا أؤيده. هناك ثقافة منتشرة الآن ورؤساء دول ودول عالمية تعمل عليها على نشر أعمال قوم لوط. لذلك حرق القرآن الكريم بالتأكيد سيكون هو يعني من أكبر، بما أن القرآن الكريم هو من أكبر العقبات، أو هو القرآن الذي يمجد أكثر من 2 مليار مسلم أو أكثر، والقرآن الكريم هو الذي يحارب هذه الظاهرة بمحاربة صريحة جدا جدا جدا. فعندما يضرب المقدس تصبح هذه الأمور عادية. تفاصيل أكثر مع كلام الشيخ سلام العسكري، وفي أمان الله. تطلع زين. أقرب مثال إن إخواني قبل أيام، أقرب مثال إن شخص نكرة أحرق القرآن، أقدم على إحراق القرآن الكريم، مو العالم كله ضج وكذا وإلى آخره. هذه قضيته بيها وجهين، أنا أشوف يعني وجهة نظري، هذه قضية هذا الرجل اللي أحرق القرآن الكريم بيها بعدين لازم ندرسها. البعد الأول هذا اللي أنا أسولف عنه، هذا من ترجع لتاريخ الولد، جذوره كان محتك بناس يعني مو هالقد، مو أهلها الحقيقيين. فمن اطلع على أشياء تخالف الدين ضد الدين عقله ما تحمل، هذا جانب. فطفر طلع ناقم على الإسلام وعلى القرآن وعلى الأنبياء وعلى كل المقدسات، وهو لا قارئ القرآن. أنا الآن يعني هيك أخمن، وهذا تخميني معتقد به بنسبة عالية جدا. صدقوني الآن إذا بث مباشر وتطونا قرآن، ثقوا ما يدبر يقرأ له صفحة بصورة صحيحة، دطوه شوفوا، قل له تعال هسه حركت القرآن ما يخالف، شو خذ لك صفحة من صفحات سورة النساء، المائدة، أي سورة من القرآن، فإنك تقرأها صح. فإنك المفروض حركت القرآن، المفروض التواصل إلى قناعة، قرأت هذا القرآن ودرسته وشفته، ما أبي كل نفع، تمام لو لا مقتضى الإنصاف. فأنت من تحرقه واصل إلى قناعة تامة بما تفعل، نو هذا أبدا ما يفيد. زين، المفروض أنت هذا قاري ودارس القرآن، دفنك تقرأ لك صفحة صح، فنك مستحيل. أنا هيك شيء أخمن يعني، ما أدري بعد. زين، أنت إذا ما تعرف تقرأ تحرق ليش؟ زين،
أنت ما تحكم ما تحكم منه آيتين آيتين الله وكيلك تحتار بزمانك زين. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. شنو العفو؟ شنو قل العفو زين؟ مشكلة حقيقة حيرة. فيبدو يبدو من هذا مستوى وهذا حاله يبدو أنه أحرق القرآن نقمة على المتدينين، لا أن العلم والدراسة قادته إلى أن القرآن كتاب ليس جديرا بالاحترام، لا أبدا. هذا وجه، هذا وجه في مسألته في قصته. الوجه الآخر، الوجه الآخر اللي هو هذا، يعني وجه لي أحد الإخوة سؤال قال لي يعني شنو قراءتكم لتحرك المرجعيات الكبرى في العالم للشجب والاستنكار؟ هذول ناس عندهم وعي، يعني ما لك علاقة بهذا الحكي الطشة مال الفيسبوك وكذا. هذول ناس عندهم وعي، تحبهم تكرههم تختلف وياهم زين. مرجعية عليا مثلا بالنسبة للشيعة، المرجعية العليا تتدخل في القضية بقوة وبيان وإلى آخره. ليش عود؟ يعني فد واحد ولد حرق القرآن الكريم خلاص. أمير المؤمنين عليه السلام يقول مثلا، مثلا أمير شو يقول مثلا أمير المؤمنين يقول عليه السلام يموت الباطل بترك ذكره، تركوه خيولي جاهل وينسي. يعني لا، أكو مسألة أكبر. شنو هي؟ كل مراقب للشأن العالمي، أنا بالبداية نوهت، كل مراقب للشأن العالمي يدرك أن اليوم أكو تحرك لضرب كل قيمة مقدسة في المجتمع زين، إرضاءً لقوم لوط زين. قادة رؤساء دول تدعمهم، شركات كبرى، شخصيات عظمى، فنانين، ما أدري كذا، موديل صاير هبة. هذا سبحان الله بداية زوال هذه الحضارة من نابدة. هسه هي ساعة الصفر بدت الآن، الآن وقتها. سنة الله عز وجل ما عنده مجاملة، والله احنا عيوننا خضر لو عيوننا صفر لو أجسامنا طويلة قصيرة، لا، هو لتركبن طبقا عن طبق. اللي سويتوا اللي سووا الأمم السابقة وعذبتهم علي، إذا سويتوا أعذبكم باختصار. يعني ليس بين الله وبين أحد قرابة في استباحة حما حرمه على العالمين. شنو يعني قوم لوط مساكين لما سووا هاي الفاحشة وصعدهم جبرائيل إلى عالي السماء ودكهم دك 9 قرى دمرها فلشها تفليش زين؟ شنو ذنبهم مساكين؟ وإحنا نفعل هذه الحضارة الإنسانية هسه تفعل هاي الفاحشة وما تتأثم وعادي وطبيعي ونتعايش وياها والله يسكت عز وجل؟ لا، مستحيل مستحيل. بداية زوال هذه الحضارة وطي بساطها هسه بدأ، هسه بدأ. على كل حال